مجلس النواب يعقد جلسته الأولى في دورته التشريعية الجديدة وسط خلاف حاد حول التحالف الذي يشكل الكتلة النيابية الأكبر. بالتزامن مع عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب، رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي يعلن تشكيل الكتلة التركمانية في البرلمان. رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يبحث مع السفير التركي في بغداد فاتح يلدز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات السياسية في العراق. الأمم المتحدة تعلن مقتل 90 شخصاً وإصابة 117 آخرين جراء أحداث العنف التي شهدها العراق خلال شهر آب الماضي. من استوديو الشهيد أحمد هاجر أغلو نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. عقد مجلس النواب اليوم جلسته الأولى ضمن دورته التشريعية الرابعة، حيث تضمنت الجلسة إلقاء كلمات من قبل الرئاسات الثلاث، ومن ثم أداء النواب الجدد اليمين الدستورية، ومن ثم ترشيح 6 نواب لتولي منصب رئاسة مجلس النواب، فيما أبقى رئيس المجلس الأكبر سناً محمد زيني جلسة المجلس مفتوحة دون تحديد موعد لاستئنافها، وذلك بعد أن أعلن تحالفان عن تشكيل الكتلة النيابية الأكبر. عقد مجلس النواب جلسته الأولى ضمن دورته التشريعية الرابعة تلبية لدعوة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، وذلك ضمن المهل التي حددها الدستور، حيث شهدت الجلسة حضور الرئاسات الثلاث والنواب الجدد إلى جانب حضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا ورؤساء البعثات الدبلوماسية وسفراء الدول في بغداد. وجرى في مستهل الجلسة إلقاء كلمة من قبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أكد فيه الحرص على منح البرلمان صلاحية ممارسة مهامه في الموعد المقرر وأن تتجاوز الدورة الحالية أخطاء المرحلة الماضية، داعيا السلطات الثلاث للعمل بشكل تكاملي وضرورة رفض مظاهر الفساد والطائفية. منطلقين من حرص بالغ على منح مجلسكم الموقر إمكانية مباشرة مهامه وصلاحياته الرسمية في الموعد الدستوري المقرر بعد أن صادقت المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. أما رئيس الوزراء حيدر العبادي فدعا البرلمان الجديد إلى التعاون مع الحكومة التي ستتشكل لاحقا وتشريع القوانين المهمة، مشددا على أنه لا بديل عن بسط سلطة الدولة والقانون، ولا يجوز أن تعلو أي راية فوق راية الدولة، ولا وجود للسلاح خارج نطاق الدولة. الحكومة المقبلة ستتسلم دولة موحدة محررة مستقرة أمنيا ومجتمعيا وأساسا لتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق تطلعات شعبنا في حياة أفضل. من حقنا أن نفتخر بتحرير الأراضي ومدن العراق في خلال الفترة 4 سنوات الماضية. لقد قبلنا التحدي في العام 2014، وكان قرارنا الأول هو إعادة بناء القوات المسلحة. كما تحدث رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري عن الإنجازات التي حققها مجلس النواب في دورته الماضية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن بعض قرارات القضاء قيدت نظام البرلمان وأحجمت دوره الرقابي. مهمته على الوجه الذي يرضيه ويحقق آمال وطموحات الشعب العراقي. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، لقد عملنا معا خلال الدورة الثالثة لخدمة الوطن طوال السنوات الأربع الماضية. بعدها ترأس النائب محمد زيني
وباعتباره النائب الأكبر سنا جلسة مجلس النواب الأولى حسب الدستور. وجرى بعدها تأدية اليمين الدستورية من قبل النواب الجدد، ومن ثم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب، حيث جرى ترشيح 6 نواب من كتل سياسية مختلفة لتولي المنصب، هم كل من محمد الحلبوسي، طلال الزوبعي، أسامة النجيفي، محمد تميم، أحمد الجبوري، ورشيد العزاوي، في وقت أعلن فيه عن تشكيل تحالفين، الأول تحالف الإصلاح والإعمار والذي يضم مجموعة ائتلافات أبرزها سائرون، الحكمة، النصر، الوطنية، وتحالف القرار العربي، فيما ضم التحالف الثاني والذي سمي بتحالف البناء ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح وغيرها من الائتلافات السياسية. وقرر رئيس السن لمجلس النواب محمد زيني إبقاء جلسة المجلس مفتوحة دون تحديد موعد لاستئنافها، وإرسال طلب استفسار إلى المحكمة الاتحادية العليا لحسم الإشكالية المتعلقة بالكتلة النيابية الأكبر والتي ستتولى تشكيل الحكومة القادمة وتقدم مرشحيها للرئاسات الثلاث. أعلن في العاصمة بغداد عن تشكيل أكبر ائتلاف برلماني وبمشاركة 16 من الكتل الفائزة في الانتخابات النيابية التي جرت في آيار الماضي، من بينها تحالف سائرون المدعو من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي وزعيم التيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي ورئيس تحالف القرار العراقي أسامة النجيفي. في إطار تشكيل الحكومة الجديدة شكل أكبر ائتلاف برلماني وبمشاركة 16 من الكتل الفائزة في الانتخابات التي جرت في آيار الماضي، من بينهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ونائب رئيس الجمهورية إياد علاوي ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي. وجاء في بيان صادر عن الأحزاب السياسية أنه جرى تشكيل أكبر ائتلاف برلماني بمشاركة 16 كتلة، بينها سائرون، النصر، الوطنية، القرار العراقي، إلى جانب الجبهة التركمانية العراقية ونواب من عرب كركوك. وأشار البيان إلى أن الائتلاف يضم 177 مقعداً من أصل 329، وهو أكثر بـ 11 مقعداً من العدد اللازم لتشكيل الحكومة، وتعتبر تحالف سائرون الكتلة الأكبر والتي حصلت على 54 مقعداً، وتليها ائتلاف النصر التي حصلت على 42 مقعداً، ومن ثم ائتلاف الوطنية بحصول 21 مقعد، وكذلك تيار الحكمة التي حصلت على 19 مقعداً. وفي تصريحات خاصة لفضائية تركمانلي أكد كل من القيادي في ائتلاف الوطنية ورئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلق والنائبة عن تحالف سائرون ماجد التميمي أنه تم حسم مسألة الكتلة النيابية الأكبر، لكنهم بانتظار موقف الكتل السياسية الكردية. تشكلت كتلتان، الكتلة الأكبر اللي هي كتلة الإصلاح والبناء لحد الآن عددها 183، والآخرين يقولون لدينا 148، فيفترض أن الكتلة الأكبر مشكلة أساساً، وهناك تفاهم مع الأخوة الكرد يحسم موقفهم إن شاء الله بالفترة القريبة جداً القادمة لكي يكونوا جزء أساسي من الكتلة الأكبر حتى نستطيع أن نبني البلد سوية. احنا أعلنا الكتلة الأكبر كتلة الإصلاح والبناء، وتم قراءة هذا أمام مجلس النواب وتم تسليم إلى رئيس الجلسة رئيس السن، وطبعا هناك آخرين سوف ينضمون إلينا ربما اليوم أو غدا، يعني حتى بالنسبة تحسم مسألة الكرد إن شاء الله. كما جرى خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس النواب الإعلان عن تشكيل تحالف الكتلة النيابية الأكبر من أكثر من 80 نائب في البرلمان من مجموعة من الكتل السياسية أبرزها سائرون، النصر، الحكمة والوطنية. أعلننا تحالف الكتلة الأكبر تحت عنوان الإصلاح والإعمار، ما يفوق أكثر من 180 نائب
وذلك استنادا إلى أحكام المادة 76 أولا من الدستور العراقي والمتعلقة بالكتلة النيابية الأكثر عددا، حيث تشير هذه المادة يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء، طبعا استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية بالعدد 25 اتحادية للعام 2010. تم رفق صورة من هذا القرار تشير بوضوح إلى أنه الكتل السياسية كقوائم انتخابية واحدة أو أكثر تقوم بتقديم الطلب ككتلة نيابية الأكثر عددا، وعليه نعلن تشكيلنا الكتلة النيابية الأكثر عددا. خلال تصريح أدلى به لفضائية تركمانلي في اتصال هاتفي، أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي أن الكتلة الأكبر تضم عددا من الكتل، منها النصر، سائرون، القرار، الوطنية، الحكمة، الأنبار، هويتنا، ائتلاف بغداد، تحالف نينوى هويتنا، وعدد من الكتل السياسية التي حصلت على مقاعد قليلة. فيما أكد الصالحي أن الجبهة التركمانية العراقية اختارت الانضمام لتحالف نواة الكتلة الأكبر لأنها هي الأنسب للجبهة التركمانية العراقية. خلال تصريح له أدلى به لفضائية تركمانلي في اتصال هاتفي، أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي أن الكتلة الأكبر يضم عددا من الكتل، منها النصر وسائرون والقرار والوطنية والحكمة والأنبار هويتنا وائتلاف بغداد وتحالف نينوى هويتنا، وعدد من الكتل السياسية التي حصلت على مقاعد قليلة. فيما أكد الصالحي أن الجبهة التركمانية العراقية اختارت تحالف النواة الأكبر لأنها هي الأنسب للجبهة التركمانية العراقية. وأضاف رئيس الجبهة التركمانية العراقية أنه خلال الاجتماع قد تم تسمية الكتلة الأكبر باسم كتلة نواة الأكبر، فيما أكد الصالحي أن الجبهة التركمانية العراقية اختارت تحالف النواة الأكبر لأنها هي الأنسب للجبهة التركمانية العراقية. وقال الصالحي خلال الاتصال أيضا إن نواة الكتلة الأكبر يضم كتلة النصر وسائرون والوطنية والحكمة والقرار، فيما أكد صالحي أن هناك تحالف آخر مكون من الفتح ودولة القانون والذين أعلنوا عن تحالف كتلة البناء. وقال رئيس الجبهة التركمانية العراقية خلال الاتصال إن الجبهة التركمانية العراقية كتلتها من بين الكتل المتواجدة في تحالف النواة الأكبر. ومن جانب آخر أضاف صالحي أن كتلة البناء مكونة من 145 نائباً. خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس النواب في العاصمة بغداد بالتزامن مع عقد الجلسة الأولى للمجلس، أعلن رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي تشكيل الكتلة التركمانية في مجلس النواب، والتي تضم النواب التركمان من مختلف القوائم والتحالفات السياسية بهدف تلبية مطالب الشعب التركماني ورفع الظلم عنه. المكون التركماني ثالث مكون في العراق، وهو الأول في التعرض للظلم والاضطهاد في ظل النظام البائد. وبعد سقوط النظام في 2003 نال الجميع حقوقهم بزيادة أو نقصان، إلا أن التركمان لم ينالوا حقوقهم القومية المشروعة رغم مرور 15 عاما على سقوط النظام، وحتى الحقوق التي كفلها دستور 2005 لم ينفذ ولم يسترجع لهم ما اغتصب منهم من أراضيهم من قبل النظام البائد، ومنها الأراضي التي اغتصبت قبل 2003 وما بعد 2003 من تغيير ديموغرافي، واستمر استهدافهم من قبل المجاميع الإرهابية وليومنا هذا. وبعد 10 حزيران 2014 تعرض التركمان لهجمات داعش الإرهابية في كل العراق، في كركوك وفي طوز وفي أمرلي وفي موصل وفي تل عفر وديالة، وأبلى التركمان دفاعا مستميتا أمام داعش من أجل حماية
وحدة العراق أرضا وشعبا، ورفض كل ما يمس بها وهب للدفاع عن الأرض وعن العرض في الأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى وديالى، وقدم آلاف الشهداء، وأثبت التركمان ارتباطهم بأرضهم وولائهم للبلد. إن تمثيل المكون التركماني في الرئاسات الثلاث وفي الحكومة وفي الهيئات المستقلة والأجهزة والمؤسسات الأمنية غير عادل وغير منصف، وليس في مستوى حجم المكون التركماني، ولا تمثل الاستحقاق القومي أو الانتخابي للتركمان، فضلاً عن الجانب الاعتباري لمكون أساسي من مكونات الشعب العراقي. وعليه نطالب الحكومة المقبلة إحقاق الحق وتحقيق العدالة والمساواة ورفع الغبن الفاحش الذي لحق بالمكون التركماني طيلة الدورات السابقة في تولي الوظائف العامة بضمنها المناصب الحكومية وفي المؤسسات الاتحادية وفي الرئاسات الثلاث، وزراء، وكلاء، هيئات مستقلة، سفراء، مدراء عامون، مستشارون، إضافة إلى المناصب القيادية العليا في المؤسسات الأمنية، وحماية المكاسب التي تحققت بفضل عملية فرض القانون في 16/10/2017 وعدم التفريط بها أو التنازل منها مقابل تشكيل الحكومة. ولأجل تحقيق المطالب أعلاه والحقوق المشروعة والتي كفلها الدستور، ولتحقيق تمثيل عادل ومنصف للمكون التركماني في البرلمان وفي الحكومة المقبلة، نحن التركمان المنتخبون من مختلف القوائم والتحالفات الانتخابية قررنا تشكيل الكتلة النيابية التركمانية، وسنعمل مع الكتل الأخرى من أجل تشكيل حكومة وطنية قادرة على تحمل أعباء المرحلة وتحقيق مطالب الشعب العراقي والتركمان في العيش الكريم، الكتلة النيابية التركمانية. استقبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم السفير التركي في بغداد فاتح يلدز في قصر السلام ببغداد، حيث بحث الجانبان مسار العلاقات بين العراق وتركيا في مختلف المجالات. التقى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم السفير التركي في بغداد فاتح يلدز في قصر السلام ببغداد، حيث بحث الجانبان مسار العلاقات بين العراق وتركيا في مختلف المجالات، فيما أكد معصوم ضرورة توطيد أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وبما يضمن المصالح المشتركة للطرفين في الاستقرار والازدهار. وقد جدد رئيس الجمهورية خلال اللقاء تصميم رئاسة الجمهورية على الالتزام بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد بدورته الرابعة في موعدها المحدد كخطوة مهمة للبدء بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى الحراك السياسي الحالي بين الكتل المختلفة لتشكيل الكتلة الأكبر. ومن جانبه جدد السفير التركي في بغداد فاتح يلدز دعم بلاده للعراق على مختلف الأصعدة، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة لحل المشاكل وتطوير العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى تطلع تركيا بنجاح قادة العراق في تشكيل حكومتهم الجديدة تعبر عن تطلعات جميع المكونات. أبدى سفير الجمهورية التركية في العراق فاتح يلدز رغبة بلاده في استئناف تصدير النفط من محافظة كركوك وفتح معبر حدودي مباشر مع العراق، مؤكدا التزام أنقرة بمقررات مؤتمر الكويت ودعم إعادة إعمار العراق. وقال بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق بحث خلال استقباله السفير التركي في العراق فاتح يلدز الملفات ذات الاهتمام المشترك وأهمية العلاقات المشتركة بين بغداد وأنقرة، وجرى في اللقاء متابعة أهم ما تم تنفيذه من إجراءات عقب زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي لأنقرة، وإمكانية الوصول لآلية عمل مشتركة للتعاون بين الجانبين بقضايا الطاقة والاقتصاد
عبر توسعه مشاريع الاستثمار التركية في الفترة المقبلة، وخاصة في مطارات الموصل وكركوك والمنافذ الحدودية، فيما أكد يلدز عمق العلاقات بين البلدين والتزام الحكومة التركية بمقررات مؤتمر الكويت ودعم إعادة إعمار العراق، مبديا رغبة تركيا في استئناف تصدير النفط من محافظة كركوك وفتح معبر حدودي مباشر بين تركيا والعراق. 90 شهيدا و117 جريحا هي حصيلة الضحايا التي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر آب الماضي. أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي عن أعداد الضحايا في العراق خلال شهر آب الماضي، مؤكدة استشهاد 90 عراقيا وإصابة 117 آخرين خلال الشهر. وقالت يونامي في بيان إن الأرقام التي سجلتها البعثة أفادت باستشهاد ما مجموعه 90 مدنيا وإصابة 117 آخرين جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر آب الماضي، مبينة أن هذه الأرقام تشمل سائر المواطنين وغيرهم من يعد من المدنيين وقت الوفاة أو الإصابة كالشرطة في مهام غير قتالية والدفاع المدني وفرق الأمن الشخصي وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي قسم الأطفاء. وأضاف البيان أن من بين الأعداد الكلية التي سجلتها يونامي للخسائر خلال شهر آب بلغ عدد الشهداء المدنيين 82 شخصاً ليس منهم أفراد من الشرطة، فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 113 شخصاً ليس من بينهم أفراد من الشرطة، لافتة إلى أن محافظة بغداد الأكثر تضرراً حيث بلغ مجموع الشهداء المدنيين 24 شخصاً و53 جريحاً، تلتها محافظة نينوى 29 شهيداً و10 جرحى، ثم محافظة الأنبار 6 شهداء و26 جريحاً. وقد حصلت البعثة على أعداد الضحايا المدنيين في الأنبار من دائرة صحة الأنبار وتم تحديثها حتى 30 آب. بهدف إغاثة وإنقاذ أهالي مدينة البصرة من المياه الآسنة والمالحة ولظروف الصعبة التي تمر بها أبناء البصرة الفيحاء، أطلقت الجبهة التركمانية العراقية حملة للتبرع وجمع مياه الشرب وإيصالها إلى أبناء البصرة. ودعا المسؤولون في الجبهة التركمانية العراقية من أبناء مدينة كركوك الميسورين بالتبرع بالمياه الصالحة للشرب. بهدف إغاثة ولإنقاذ أهل مدينة البصرة من المياه الآسنة والمالحة ولظروف الصعبة التي تمر بها أبناء البصرة الفيحاء، أطلقت الجبهة التركمانية العراقية حملة للتبرع وجمع مياه الشرب وإيصالها إلى أبناء البصرة. ودعا المسؤولين في الجبهة التركمانية العراقية الميسورين من أبناء مدينة كركوك في التبرع بالمياه الصالح للشرب. في هذا الإطار قامت المؤسسات التابعة للجبهة التركمانية العراقية بحملة للتبرع وخزن وجمع مياه الشرب لغرض إيصالها إلى أبناء البصرة، وتستمر جمع المياه لمدة 3 أيام وتخزن في مستودعات في مبنى رئاسة الجبهة التركمانية العراقية لغرض إيصالها إلى أبناء مدينة البصرة ثغر العراق الباسم. وفي لقاء لمراسل فضائية تركمانيلة، تحدث كل من نوزات تيمور عضو اللجنة التنفيذية للجبهة التركمانية واستبرق يزرغلو رئيس جمعية الهلال لصحة المجتمع عن الحملة والتي تستمر على مدى 3 أيام، داعين الميسورين بمد يد العون والتبرع بالمياه دعما لأبناء البصرة وإيصالها إلى مبنى رئاسة الجبهة التركمانية العراقية في كركوك. الجبهة التركمانية العراقية سباقة في مد يد العون إلى أخواننا في أهالي بصرة في محافظة بصرة. نحن من واجبنا الإنساني أن نمد يدنا لأخواننا وهم في شدة. نعم، التركمان وأهالي كركوك عامة سيشاركون في هذه الحملة، ونحن ندعو من على قناتكم
أهالي كركوك أن يقفوا مع أخوانهم في أهالي بصرة، ونحن قد بدأنا اليوم، وإن شاء الله من اليوم لغاية الخميس سنجمع أكبر كمية ماء ولغرض إيصالها إلى أخواننا أهالينا في بصرة فيحاء. خلال مشاركته في الدورة السادسة لقمة مجلس تعاون الدول الناطقة باللغة التركية المجلس التركي المنعقد في قرغيزستان، أوصى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في كلمته بتنفيذ التبادلات التجارية بواسطة العملات المحلية بدلا من الدولار الأمريكي، مشددا أن اعتماد التجارة العالمية على الدولار بدأ يتحول إلى عبء يعيق عملنا، داعيا الدول الناطقة باللغة التركية إلى توحيد الصفوف والتعاون المشترك فيما بينهم. أوصى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في كلمته بتنفيذ التبادلات التجارية بواسطة العملات المحلية بدلا من الدولار الأمريكي، مشددا أن اعتماد التجارة العالمية على الدولار بدأ يتحول إلى عبء يعيق عملنا. جاء ذلك خلال مشاركة أردوغان في الدورة السادسة لقمة مجلس تعاون الدول الناطقة باللغة التركية المجلس التركي المنعقد في قرغيزستان، حيث دعا أردوغان خلال كلمته الدول الناطقة باللغة التركية إلى توحيد الصفوف والتعاون المشترك فيما بينهم. كما عبر أردوغان عن أسفه من أن العالم شهد مؤخرا فترة سادها انتهاك المبادئ والقواعد والأعراف الدولية، مشيرا إلى أن بعض الدول تمارس التهديد والضغوط والابتزاز عوضا عن الدبلوماسية والحوار والتعددية في حل القضايا الدولية. وأوضح أنه يمكن للاتفاقيات التي هي ثمرة سنوات طويلة أن تصبح بلا معنى في لحظة من خلال أدوات مثل القيود التجارية والرسوم الجمركية والعقوبات. وقال أردوغان أيضا إن تركيا ستواصل الدفاع عن الحوار والدبلوماسية والعدالة والقانون، مشددا أن التعاون والتضامن بين الدول الناطقة بالتركية سيساهم في تشغيل النظام الدولي بشكل عادل. ويشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جانب الرئيس القرغيزي سورنباي جينبيكوف والأذربيجاني والكازاخستاني والأوزبكستاني في أعمال الدورة السادسة لقمة مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية المجلس التركي. وفي هذا الأثناء يتواصل الاجتماع المغلق لرؤساء الدول المشاركة في القمة عقب الكلمة الافتتاحية للزعماء. شارك رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في حفل افتتاح دورة الألعاب الدولية الثالثة للشعوب الرحل المقام في قرغيزستان، حيث رافق أردوغان خلال مراسم الافتتاح عقيلته أمينة، وبدأوا بإلقاء التحية على الرياضيين الأتراك الذين يمثلون الجمهورية التركية في الألعاب. شارك رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في حفل افتتاح دورة الألعاب الدولية الثالثة للشعوب الرحل المقام في قرغيزستان، حيث رافق أردوغان خلال مراسم الافتتاح عقيلته أمينة، وبدأوا بإلقاء التحية على الرياضيين الأتراك الذين يمثلون الجمهورية التركية في الألعاب، حيث أحيت قرغيزستان في دورة الألعاب الحالية الإرث الذي تركه الشعوب الرحل، وذلك عبر استضافتها لدورة الألعاب الدولية الثالثة للشعوب الرحل. ويشارك في دورة الألعاب الحالية نحو 3000 رياضيا من 80 دولة يتنافسون في 23 نوعا من الرياضة المتعلقة بثقافة العالم التركي، بينها المصارعة والرماية ورياضة ركوب الخيل. وشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة كممثلين عن الجمهورية التركية، فيما بادروا بإلقاء التحية على قافلة الرياضيين الأتراك المشاركين في الدورة والذين يمثلون الجمهورية التركية. وبدأت مراسم الافتتاح بعرض مقتطفات عن التاريخ القرغيزي تحت عنوان
الأديب القرغزي جينجيز إيتاماتوف، ومن ثم عزف النشيد الخاص بألعاب الشعوب الرحل، أعقبها عرض لرياضيي الدول المشاركة في دورة الألعاب، وحضر مراسم الافتتاح إلى جانب رئيس البلد المضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الكازاخستاني والأذربيجاني، بالإضافة إلى رئيس جمهورية تاتارستان والرئيس المجري. وفي كلمته بمراسم الافتتاح أعرب الرئيس القرغزستاني سورنباي جنبكوف عن ترحيبه بالضيوف من الرؤساء والرياضيين في بلاده، وأشار جنبكوف إلى أهمية فلسفة حياة شعوب الرحل، مبينا أن بلاده تسعى إلى الحفاظ على تقاليد شعوب الرحل رغم التطورات التكنولوجية، ولفت إلى أن تركيا ستستضيف الدورة الرابعة لألعاب شعوب الرحل، معربا عن استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال التعاون مع تركيا في هذا الإطار، وتختتم فعاليات الألعاب في 8 شهر أيلول الحالي. بمناسبة يوم الغدير، أقيمت في حسينية الإمام أحمد بقضاء طسكرماط مهرجان الغدير للإبداع الشعري، شارك فيه جمع غفير من الشعراء التركمان من مختلف مناطق تركمانيلي، فيما شهد قضاء طسكرماط أيضا إقامة المهرجان الفني الفلكلوري بمشاركة جمع غفير من الفنانين والمطربين التركمان. بمناسبة يوم الغدير، أقيمت في حسينية الإمام أحمد بقضاء طسكرماط مهرجان الغدير للإبداع الشعري، وشارك في المهرجان جمع غفير من الشعراء التركمان من مناطق تازاخرماط وداقوق وطسكرماط ومختلف مناطق تركمانيلي، بالإضافة إلى حضور عدد من المسؤولين المحليين وأبناء القضاء. وتم خلال المهرجان إلقاء قصائد شعرية تغنت بحب آل بيت الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. وفي أحاديث لفضائية تركمانيلي أوضح عدد من الشعراء التركمان أن المهرجان أقيم بمناسبة يوم الغدير، مشيرين إلى أن المهرجان شهد حضور جمع غفير من الشعراء التركمان من مختلف مناطق تركمانيلي. من جانب آخر، أقيم في قضاء طسكرماط أيضا المهرجان الفني الفلكلوري، حيث استهل المهرجان بتقديم مقطوعات من الأغاني الفلكلورية التركمانية الأصيلة. وحضر المهرجان عدد من المسؤولين المحليين وقادة وضباط الأمنيين والفنانين التركمان من مختلف مناطق تركمانيلي وجمع غفير من أبناء القضاء، حيث شهد المهرجان أيضا تقديم دبكات فلكلورية تركمانية على أنغام ألحان الأغاني التركمانية الفلكلورية. وفي ختام المهرجان تم تقديم الشهادات والدروع التقديرية على الفنانين والمطربين التركمان. وفي أحاديث لفضائية تركمانيلي أوضح قائم مقام طسكرماط الدكتور حسن زين العابدين أن المهرجان هدفه إيصال رسالة مفادها بأن أبناء القضاء متوحدون فيما بينهم، وأن الفن ينتصر دوما على الأعداء والحاقدين. فيما أشار المطرب التركماني الكبير علي بنا أن هدف المهرجان واضح وصريح، وهو أن شعب طسكرماط بمختلف مكوناته يريدون العيش بسلام بعيدين عن الطائفية والعنصرية. في ختام النشرة أشكر متابعتكم وإصغاءكم، إلى اللقاء.